تشغيل المحكمة للفيديوهات الموثقة من مسرح الجريمة بساحة عبان رمضان بولاية تيزي وزو، والتي تم الاعتماد عليها كدليل مادي منذ بداية التحقيق في القضية، كان بمثابة الصدمة الغير المتوقعة لبعض المتهمين الذين أنكروا ذروعهم في جريمة القتل وغيروا أقوالهم. بعد عرض الفيديوهات من طرف هيئة المحكمة والسماع للمتهمين البالغ عددهم 102 والاستماع للمرافعات، التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين المتابعين بتهم تتعلق بجناية. هذا والتمست ذات الهيئة القضائية توقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500,000 دينار جزائرية في حق بقية المتهمين المتابعين بالجنحة، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة في قضية القتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل. تهم ثقيلة توبع بها المتهمين تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادية عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. في انتظار ما ستسفر عليه قرارات المحكمة في الأيام القادمة. مازال ايوه على تحول.